بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل ممكن أني أعرف إيش اسمك لو سمحت؟ جبرة سلمان جبرة شبنة. أستاذ جبرة، أنت كنت نصراني وأسلمت، من قديش إلك مسلم؟ تاريخ 3/8/85. نعم، ما شاء الله ما شاء الله. يا ريت تخبرنا عن حياتك قبل الإسلام، كيف كانت؟ والله هي مرت علي محطات، خلينا نقول من فترة الطفولة. بتذكر لما كنت بصف أول ابتدائي كان عندنا أستاذ اللغة العربية يعطينا دروس كمان، يعني مواد تانية بصف أول ابتدائي، يعطينا درس دين ولغة عربية، هذا بتذكره. نعم. فكان يحكي ل المسيحيين، طلاب المسيحيين، اللي بده يطلع يطلع، واللي بيحب يقعد يقعد، وبعطيه ملبسه. فنحن كنا عشان شغله الملبسه هاي نقعد. فكان يحكي لنا، يعني يعطينا الدرس الدين، بتذكر كان يقول القران كتابنا، محمد نبينا، علمنا سوره الاخلاص، سوره الفاتحه. ورحت على البيت بحكي لوالدتي ووالدي، بقول لهم انه شوفوا ايش تعلمت. نعم. فصاروا يضحكوا. انا بعتبر هاي اللي حصل معي هذه محطه، انه تعرفت على قضيه توحيد الله، وهذا بينعكس على تفكير الانسان، طريقه تفكيره. فتره تاسيسيه هاي. فتره تاسيسيه. نعم، يعني واحد كان عمره يمكن 7 سنين، بس طبعا ما بياخذها كدين او شيء، لا، بس يعني انه الطفل بيتعلم انه في اله، في توحيد. يعني هاي بتذكر محطه ثانيه كان عمري 9 سنين، الوالده بتقول لي هذا العمل اللي عملته، وسخت كذا، خربت كذا، المسيح راح يعذبك، راح يحطك في النار. فقلت لها يا ماما بدي اسالك سؤال، هاي قضيه انه المسيح يعذبنا، يعني قضيه بدها ان واحد يتاكد منها، مين اللي خلقنا؟ هو المسيح ولا الله؟ قالت الله. قلت له طيب، يعني اذا الله خلقنا، يعني نحن بده يخلينا لعبه بيد ابنه عشان يتسلى فينا، هذا يحطه بالنار وهذا يحطه بالجنه؟ هو اللي خلقنا، هو اللي بدخلنا، هو اللي بطلعنا، مش يعني قضيه، يعني مش مسحه، يعني مش رساله. ظلت ساكته. قلت له انا من الان بطلت امن بهذا الدين. كان قد ايه عمرك بهذا؟ 9 سنين. 9 سنين. سبحان الله. من اي طائفه انت كنت قبل سابقا؟ من طائفه السريان الارثوذكس. السريان الارثوذكس. اصلك اردني ولا من فين؟ لا، نحن بالاصل هي المناطق تعتبر اراضي سوريه، لكن هي هلا حاليا منطقه بسموها طور عابدين، هي ضمن تركيا. نعم. تركيا. اما هي بالاصل تعتبر مناطق سوريا. نعم. طبعا الطائفة السائدة هناك السريانية، هي سريان تقريبا. الآن في على محطة الجزيرة الوثائقية جابوا برنامج اسمه مجتمعات دينية سريان. نعم. فجابوا صورة للكنيسة اللي هي الكنيسة الأم للسريان، بيصلوا فيها زي طريقة المسلمين. سبحان الله، اللي هو السجود والركوع. نعم. عندهم المحراب، يعني في وقوف، يعني مش جلوس على الكراسي. هي الكنيسة الوحيدة. طبعا الكنائس السريانية الأخرى التابعة لها ما بتصلي زيها. سبحان الله. كان المرة الماضية لما عملنا لقاء مع الأستاذ، مع الشيخ أبو سامر. نعم. وقتها حكى لنا إنه هذا لما إجوا كان يصلي، حكى إنه هي يعني طريقة المسيحية الأوائل. سبحان. نعم. الله. فما زال يعني كنائس بعدها تتبع هذه الطريقة. الكنيسة هاي لحد الآن. سبحان الله. طيب، قلت لي إنه بسن 9 سنين قلت إنك أنت بدك تترك المسيحية. كيف بعديها صارت تغيرات عليك؟ تغيرات. أنا كان يعني ما بعرف، لما صار عمري 11 سنين حصل شيء، يعني كأني فقدت صديق سافر، فصرت حبيت أعرف شو أخباره. طبعا لما كان عمري 11 سنين الإنسان بيكون بهذه الفترة في عنده خيال واسع. حطيت صممت شيء خلينا نقول مشابه لقمر صناعي.
بكتشف انه القمر الصناعي التصميم اللي انا حطيته هو مشابه لقمر صناعي كندي، اول قمر صناعي كندي. فصار عندي من وقتها رغبه بالهندسه العلوم الفضائيه. بعديها صرت في فراغ، ما في عندي دين يعني، فصرت افكر شو اصل الكون، شو اصل الحياه، هاي الارض كيف اجت، الناس كيف اجت. فحطيت نظريه هي نفس نظريه داروين، يعني ممكن الواحد يصدق او ما يصدق، الا انه بجوز بهاي الفتره فتره الشباب يعني بتبلش خلينا نقول الابداع او الخيال عنده بيكون في مرض معين. افهم من هيك انه كان توجهك علمي، توجه علمي اللي كنت فيها، انه كنت عقلاني ما تاخذ الاشياء بالعاطفه، كنت تاخذها بالاشياء العلميه والاشياء يعني بالدليل والبرهان يعني. صحيح. نعم. ممكن هي هندسه العلوم الفضائيه ساعدت، لانه هذا العلم بالذات بتطلب دراسه 7 علوم، يعني اذا فيزياء فيزياء كيمياء ميكانيك كهرباء طب فلك تأثير الصواريخ على الأحياء. نعم. هذه الأمور يعني كلها بدك تجمعيها عشان تستطيع أن توصل لرجل فضاء للفضاء وتحافظ على حياته وترجعي بسلام. صحيح. يعني بتطلب أن الإنسان يفكر بطريقة علمية. طيب كيف بدأت وقتها تفكيرك يتحول، تفكير قصدي الديني اللي هو للإسلام؟ نعم. ممكن تكون طريقة غريبة شوي. تفضل. هلأ لازم أفكر بأصل الكون، يعني أنا وصلت مرحلة عمري 13 سنة وصلت لكيف الحياة صارت على الأرض، اللي هي طريقة خلينا نسميها التشابه مع طريقة داروين، إنه مجموعة كمية من الغاز، غازات اللي موجودة على الشمس انفصلت وابتعدت عن الشمس، وصلت منطقة درجات فيها الحرارة أخف، فتهيأت لتفاعلات معينة، وطالما هي في مدار قاعدة بتبتعد هاي الكتلة الغازية بلشت تتكاثف، والمناطق الحرارية المختلفة هيأتها إنها تكون مركبات تتناسب مع هذا هاي المسافة أو هاي المنطقة. نعم. الحرارية. صحيح. الآن وصلت مرحلة، طبعا هذا التفكير يعني علمي مجرد يعني بهذاك الوقت، وصلت مرحلة تكونت مركبات عضوية، هاي العضوية كمان تكاملت فيما بينها وكونت الأحياء. نعم. هذه الفكرة ظلت معي تقريبا لما كان عمري 21 سنة، 21 سنة بالضبط، سنة 78، وكنت أروح أتابع مع الدكاترة في قسم الفيزياء في الجامعة اللي عندي وأسألهم. طبعا كنت أسأل الدكتور كل يوم، أسأل سؤال واحد عشان ما يعرفش ما يجمع بين السؤال الأول والسؤال الثاني وما يلم الموضوع، نوع من المحافظة على الفكرة تبعته. نعم. الآن في سؤال ما سألته حاولت أني أحصل عليه من الكتب، فكنت أتابع في المكتبة وجدت أنه في الفوتون بتكون إذا تحلل لنيوترون خلال فترة دقيقة دقيقتين، إذا كان لحاله يعني ما في جسيمات أخرى جنبه، كأنه هيك اللي بتذكر الحكم 79 فوتونات ضوئية إلى فوتون. نعم. فهون تأكدت إنه الفكرة عندي أنا تكاملت، يعني كنت أنا عندي 7-8 أسئلة، في سؤال خليته ما أعطيته للدكتور ما سألته إياه، حاولت إني أحصل عليه من الكتب عشان هو ما يعرف أنا بإيش، شو عناصر الفكرة تبعتي. الآن تجمعت الفكرة عندي أثناء حصة، يعني كان عندنا الدكتور بيلقي محاضرة وجمعت الفكرة، رحت كتبت على ورقة مسودة أو كذا، فإلي صاحب حافظ قرآن مسلم، طبعا هذا حكي أيام التوجيه لا هذه أيام سنة رابعة بالجامعة. سنة رابعة بالجامعة. عفوا بس ايش كنت تدرس في الجامعة؟ محاسب وإدارة أعمال. اوكي. بس كانت رغبتي انك تدرس الفيزياء والعلم. اوكي. بالذات كانت رغبتي الطب. نعم. لكن الظروف ما ساعدتني يعني. سبحان الله. والحمد لله درسنا جامعة وكلية اختصاص إنساني، يعني خلينا نسميه اختصاصات إدارة اقتصاد، هذه علوم إنسانية. نعم. ممكن ساعدتنا إنه نفهم الدين أكثر يمكن. نعم. الله أعلم يعني. سبحان الله. طيب كنت أنت مع الطالب اللي معك حافظ قرآن؟ نعم.
فانتبه على الكلام اللي انا كتبته، سحب مني هاي المسوده وقراها.